فيكي حلوه كيف دارين؟ الحمد لله الحمد لله وصلت بالسلامة. ثانك يو. ايه وصلت علقت بالعجقة مع انه يعني العجقة وصلت دغري من دبي بس علقت بالعجقة من اشرفين من دبي للبنان قد السفرة عقبال ما يقبل يصير في هليكوبتر بلبنان بس كرمال العجقة مش كرمال شيء ثاني بس يعني في عجقة هليكوبتر ما هي بفوتوا ببعضهم كاميرا لا سمح الله لا الله يحمي الجميع دارين اشتقنا لك انا كمان وكل طلة لك بتكون اجمل من طلة فيلم بالحلال الف مبروك الفيلم اول شيء وقلت مثل ما ذكرت انه واصل من دبي اكيد رح نحكي عن تفاصيله اكثر حسب ما بعرف انه هيدا الفيلم عن جد كنت متشوقه انه ينزل اول شيء خبريني شو دورك بقلب الفيلم اوكي هلا هيدا الفيلم رح يكون شيء جديد ما حدا لبناني حاضر هيك شيء قبل لانه بيحكي عن يعني اذا بدك الضواحي والزواريب تبع بيروت وبيحكي عن ثلاثه كوبلات اسلام فرح تشوفي البيوت من جوا الاسلاميه هلا اكيد هو حالات خاصه مش عم نحكي عن كل مش عام مش عم نعمم مش عم نعمم بس هي عن حالات المراه اللي بتكون عندها ازمه بزواجها كيف بتحل هاي المشكله بالحلال اوكي فانا واحده من هالكوبلات عندك اكيد مثل ما قريته يعني انكتب هو السينوبسس عن الفيلم حاله رجال مثلا وحده من الكوبليت بيكون كثير بغار على مرته فبضل يطلقها برجع لانه كثير بحبها برجع بطلقها ثلاث مرات بالاسلام ثلاث مرات ما بقى في رد الا اذا تجوز تغيره فاذا يعني هيدي حاله مثلا حالتي انا هي الزواج السري اللي هو كمان حلال عند المراه المطلقه او المراه الارمله فانا بكون مطلقه كثير بحب رجال كنت حبه كثير بالحي عنا اوكي جاري ايه بكون قبل الزواج بس الظروف اهلها بكونوا ضغطوا عليها تتجوز واحد ثاني وبتروح الحياه يعني 7 سنين وهو كون تجوز وصار عنده اولاد بس من بعد ما تتطلق بحق لها تعمل زواج سري اوكي في ناس بيقولوا لها المسيار في العرفي المتعه كل حدا بسميها شيء فهيدي هي شو بيصير معها كيف المجتمع بيضغط عليها كيف نظره المجتمع للامراه المطلقه شو حقوقها كيف بتعاني صحيح يعني هون قد ايه الفيلم بقصصه المختلفه عم بيعكس واقع اذا فينا نقول كثير من الاشخاص ايه؟ عم نحكي نحن ببيوتنا العربيه هذا واقع كثير كبير يعني هذا كمان حسيته انا لما رحنا اكيد بدنا نحكي شوي عن الانتاج الماني من ريزر فيلم برودكشن والصباح كمان للانتاج وحتى ايجل فيلم كانوا معنا كمان كان في اكيد اسد فولاتكار هو الكاتب والمخرج ومجموعه من الممثلين مثل ميرنا مكرزل رودريك سليمان علي سموري وصبايا وشباب جديد كمان على الساحه كان يعني اذا بدي كثير لقى نجاح بدبي كل الجمهور العربي كثير حبوه النسوان اكثر شيء يعني كان معنا البريس كونفرنس ايه في كان معنا صحفيه مصريه للسي ان ان بالعربي دمعت بالفيلم قالت لنا انه هو اللي قصص انا عايشه لانه هو بينقل واقع النساء وواقع العائلات وواقع البيوت فمحمسه له كثير لانه راح اول شيء على دبي في الفستيفال بس المبسوطه كثير فيه انه راح على سان دانس في الفستيفال رح نحكي عنه بتفاصيل المهرجانات اللي شارك واللي بدهم يشارك فيه الفيلم فيلم الحلال هو من بالحلال بالحلال بالانجلش اسمه حلال لاف حلال لاف او بالحلال هو من الافلام اللبنانيه القليله اللي اتطرقت لموضوع حساس بطريقه مباشره واللي هو الموضوع الديني قد ايه كان هالامر نقطه ايجابيه ام سلبيه لا انا بالعكس بلاقيها كثير ايجابيه لانه عم نشوف يعني انه شو هيدا الدين الاسلامي شو فيها المراه تعمل فيه شو كيف بتعيش شو المأساة اللي عم تعملها يعني هالمجتمعات على المراه وبنفس الوقت شو الدين بحلل لها وليش يعني لما يكون في شيء بالدين منيح لها بلاقوها غلط مثلا بالمجتمع مع انه هو بالحلال ليش دائما الرجل هو بالحلال انه اوكي بياخذ 4 بس المراه اذا بدها تعمل جواز سري اي المجتمع بشوفه غلط حتى بتشوفي بالتريلر اما بتضربها كف يعني مجتمع ذكوري بنرجع على اكزاكتلي فحبيت لانه فتح هذا الموضوع ولازم ينحكى بالشيء ما خفتي يعني انت معروفه اصلا دائما بالصدمات انه بس بدك نص يعني بدك تصدم العالم بده يكون شيء قوي يعني ما خفتي دائما انت لا بالعكس انا كثير حبيت لما قريت النص انغرمت فيه حسيت واخيرا حدا عم يحكي عن اشياء جديده طب زهقنا هيدا بتحب هيدا والحرب بدنا شيء نفوت على بيوت ناس يعني السينما
حلو، بتفرجيكي اسرار المجتمع، بتفرجيكي قصص يعني واقعيه. نعم. حبيت كثير، حسيت نحن حابين نحضر التريلر على الفيلم مشان تنشوف مشاهد الاولى لفيلم بالحلال. اوكي. بتعرفي كيف بجيبوا الاولاد؟ في دودي اسمها علاقة. دودي بتمشي بتجي اساسا من الرجل، بتضلها تمشي 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 لحتى توصل عند الصدر. يعني البابا في عنده دود؟ بدي وحدة ارجع احكي معها عن الحب والسهرة. دق دق انا وصلت. انا مجوز وعندي اولاد، بس انت ما تواخذيني بهالكلمة مرة مطلقة، خطر الناس تشوفنا مع بعض. من اول ما تجوزنا ما قضينا نهار مثل الخرق. عجاد؟ مدري ليش؟ اختار واحد أضرب. هي صعبة شوية أول كم سنة بس بعدين يعني يصير أضرب. يحيى خلص سليم. شو رأيك نجيب بعد مرة تانية؟ أنت بحق لك بأربعة. أما تفتشي له على عروس وهالقد معجبة فيه. أختي ما عاد تقدر. بلا نخاف. دين مش لعبة هتلعب فيه مثل ما بدك. هي اصلا ما بقى فيك تعيدها، ما بقى فيك ترجعها. وحدة بتحب تتجوز واحد يحترمها ويحبها. عايشه مع رجال وعم تظهري مع بس بالحلال حيواني. شو حلو الانسان يكون عنده مرأة. انا ما رح اتجوز كرمال صالح غلطه انت عملتها. هذا الشرع ونحن مش حنعمل شيء مخالف للدين. يلا بتعرفي كيف بجيبوا الاولاد؟ كنت دائما وافق على كلامي. ايه لانه انا دائما معي حق. بعتقد نادين من ورا هالفيلم عن جد حيفشوا خلقهم كثير النساء، وخاصة انتو عم تضووا على موضوع جدا حساس. مظبوط. لا وحلو مهضوم نفس الوقت، يعني بعالج موضوع كثير عميق وديب ومؤثر بنفس الوقت. بتضحكي طريقة يعني مهضومة. خالد يعني عن جد المخرج أسد فولاتكار عامل خلطة بالناس كثير حلوة. نادين نعرف الأسبوع الماضي شارك هالفيلم بمهرجان دبي السينمائي الدولي، خبرينا عنه أكثر. مثل ما قلت لكم كنت يعني كثير انا كنت خايفه من الجمهور كيف رح يتجاوب، لانه اوقات عم تفتحي له اذا بدك مرايه، اوقات بحب يشوفها اوقات لا. بمجتمعات الاسلاميه كثير كان في تجاوب كثير ايجابي، وانبسطت كثير انا من هذا الشيء، لانه خلص العالم صارت عارفه انه الاشياء اللي بنحضرها اوقات المصريه الامريكانيه انه بهزوا مواضيع كثير اساسيه، اوقات بهزوا الانسان حقيقي. فبسطت انه نحن بلبنان كمان عاملين شيء هيك. شو عم نشوف هلا دارين؟ اوكي رح يروح على روتردام فيستيفال كمان بهولند، هذا من الاهم كمان عندهم الريد تايجر الاورد، ومشتركين بالجوائز ان شاء الله يا رب. وساندانس فيستيفال خبرينا عن هالمشاركه رح تصير بال 2016 خلال 2016 بالمهرجان الامريكي ساندانس. قد ايه اهميته بجانيوري؟ ايه يعني اوكي بكانون الثاني الشهر الجاي. لبنان مشارك فيه كفيلم بالجوائز، يا رب يا رب نربح شيء، لانه ان شاء الله بعد ما في ولا فيلم لبناني او عربي ربح ساندانس فيلم فيستيفال. كيف التحضيرات له؟ كثير مبسوطين انه فيلم لبناني تاخذ بساندانس، من اهم الافلام بامريكا، لانه هو اذا بدك ريل ارت موفيز، يعني حتى بتلاقي ممثلين من الاوسكارز بيجوا بس ليشاركوا، لانه بدهم يشوفوا شو عاملين ارتستيكلي، لانه منه كوميرشال، هو يعني الكريم دو لا كريم اذا بدك لما تشوفي ساندانس على فيلم بالدي في دي بتشتريه، لانه بتقولي هيدا دائما بيترشح لاوسكارات، ودائما بيكون في الاليت يعني الاليت اللي هن بيكونوا جامعين بين الارت وبين الكوميرشال. فكتير كتير يعني حظنا حلو انه شاركوا كفيلم عربي. وجودكم لهونيك بحد ذاته هو فخر لنا. اكيد يعني انا مبسوطه كثير. دارين اكيد عم بتشوفي شو عم ينعرض كمان بدور السينما بلبنان، ان كان افلام لبنانيه وغيرهم. ما لحقت احضر، بس حضرت فيلم كثير كبير امبارح. عجبك؟ يعني اول ما جيت. اوكي. عجبني كثير، انبسطت بالشباب اللي عم يطلعوا جديد، عم يعملوا موفمنت. كمان كانوا بدبي فيلم فيستيفال. كانوا بالدوحه بعتقد، واخذوا تورونتو كمان، راحوا على تورونتو.
فيلم فيستيفال وراحوا على كثير، يعني انا كثير مبسوطه فيهم، ربحوا كمان جائزه بمراكش فيستيفال. فبحس انا جيل جديد هلا طالع باشياء كثير حلوه كسينما حقيقيه. حضرتوه انتم للفيلم؟ بعد ما عم نلحق نحن نحضر نحضر تيلي ما عم نلحق. لا قصته كثير حلوه، انا اكيد انا اصلا ضيوفنا حكينا عنه بالتفصيل ودائما عم ننزل ريبورتاجات ايضا. ايه وحشرتينا داري بس خلص لايف شو انا عم قطعتكم شغلكم بس لا لازم لازم، لانه بحس كثير في افلام ثانيه انه مش هالقد بتكون مهمه بتاخذ الشاشه اوقات لانه بكونوا حاطين لها كثير اعلام وهيك، بس لازم الانسان اللبناني اللي بحب السينما يشجع الافلام اللي بتروح مهرجانات. نعم دارين، بعيدا عن هالفيلم شو مشاريعك وخطواتك المستقبليه؟ بعدني طالعه هلا من فيلم تصورته، يعني اكيد بالحلال تصور من سنه هلا هيدا بعدني خلصته اسمه ناتس، تصور مع ليزر فيلم برودكشن طارق سكياس. انا كنت منتجه فيه والمين اكترس. المخرج كان فرنساوي اسمه برجيز، هنري برجيز، وتصور كله بلبنان. كان معنا جابرييل يمين، الكساندرا اهوجه اللي كانت بفيلم كثير كبير، مجموعه من الشباب يعني بديع ابو شقره، كمان ادمو حداد، في جروب كبير. وهو بيحكي عن البوكر كمان كمان بدنا ننزل تحت الارض، ما في عالم بدنا في شيء بدنا شيء هيك جديد نكشف هيك اسرار. حلو انه بعدين انا عرفت انه في كثير كثير اذا بدك ستاتستيكلي نسوان بيلعبوا بوكر مش بس لبنان بالعالم. فحبيت لو بسر شوي ولكن فاخذت هالتجربه تعلمت البوكر شوي انه بس للدور يعني مش اكثر من هيك. دارين خلينا نشوف نحن والمشاهدين بهالتقرير امل علم الدين كلوني اللبنانيه الاصل كيف شاركت بدعم الشابات اللبنانيات. أطلقت مبادرة 100 Lives منحة دراسية سنوية جديدة بالشراكة مع أمل علم الدين كلوني زوجة النجم العالمي جورج كلوني والمحامية الدولية بمجال حقوق الإنسان، وهي منحة سنوية موجهة للشابات اللبنانيات لدعم للحصول على شهادة بكلية العالم المتحد UWC بأرمينيا. وهالمنحة هي جزء من الجهود المستمرة يلي بتبذلها مبادرة 100 Lives المنظمة الراعية لجائزة الشفق لصحوة البشرية بهدف تقوية التعليم عبر الثقافات وزيادة التفاهم بين من خلال المشاريع الاجتماعية والخيرية. ومن خلال هالمنحة الدراسية الجديدة رح تبعت مبادرة 100 Lives طالبة وحدة من لبنان إلى مدرسة ديليجان كل عام لتتسجل ببرنامج دولي للبكالوريوس لمدة عامين، ورح يتم اختيار المستفيدين من هالمنحة كل سنة حسب القدرة على إظهار الاهتمام بالقضايا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. والفائزة الأولى بمنحة أمل كلوني الدراسية هي الطالبة اللبنانية باميلا طبشراني اللي أنهت عام الدراسة بنتائج متميزة، وهي بتتقن اللغات العربية الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، ورح تكرس المنحة الدراسية لمواصلة اهتماماتها بمجال حقوق الإنسان وحق المرأة بالمساواة. وصرحت أمل كلوني اللبنانية الأصل أنه هالمنحة الدراسية رح تكون بمثابة فرصة العمر للشباب بلبنان، لأنه الدراسة بالخارج والتعلم ممكن تكون نقطة تحول كبيرة بحياتهم. دارين شكرا لوجودك معنا، نحن كثير انبسطنا. انا كمان بدي اشكر امل علم الدين وهنيها لفاليري كمان بشقره، لانه عن جد شيء بيرفع الراس وبتنبسط كثير انه في سيدات لبنانيات عم يرفعوا اسم لبنان بالعلم وبالجمال وبكل شيء. مزبوط، ثانك يو لكم اكيد نحن بنستمتع فيكم، بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله عن جد اللي عم تقدمي لنا هالاعمال الناجحه والمميزه. شكرا لك دارين.